الطريق هرمجة غسلة القرايم، أو طريق هرمجة أوتيفيا، أو الطريق الذي يربط مراج بأوتيفيا. سيتم التوجه الآن بإذن الله ومشيئته نحو أوتيفيا. هذه هي أوتيفيا، هذه اللوحة الإرشادية حتى أوتيفيا. أوتيفيا مركز أوتيفيا، يعني أوتيفيا تعتبر صغيرة طبعا، ولكنها طبعا غنية بالتراث وغنية بال، فطالما أنها كانت ديرة خوالي وديرة الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها، أمي من أوتيفيا وخوالي كلهم من أوتيفيا. وأوتيفيا جارة شجرة، يعني أوتيفيا وشجرة جيران، او بالاحرى ديره واحده، يعني ما في فرق. يعني لربما كان الطريق من أوتيفيا الشجرة فقط يعني ربع ساعه، ربع ساعه يمكن 12 دقيقه الى 13. وهذه مركز أوتيفيا والذي يحتوي على روضه باسمري، وهي منطقه طبعا روضه باسمري يعني من المناطق الخلابه خصوصا في فترات ما بعد السيل. كمان دي جميلة يا أوتيفيا. إذن هذه مركز أوتيفيا، مركز يعني في قمة الهدوء والجمال والنظافة. الأجواء هنا طراوة في منتهى الحلاوة. وجود حديقة أيضا هنا، وجاري البحث عن مركز، هنا مركز تجاري أو سوبر ماركت، وهذا مركز أوتيفيا. هذا مصلى العيد موجود في الجهة الغربية.
حي الدار البيضاء. سبحان الله. السوبر ماركت هنا. هذا سوبر ماركت سيتم المرور به البان العودة لشراء بعض الألبان والأجبان. الله المستعان، الله المستعان، والله المستعان. يعني مدينة أو مركز تراثي بحت، مركز تراثي بحت، مركز وجيثية، مركز وجيثية، يعني من المراكز. يعني سبق لي وأنا أتيت هذا المركز يعني مرارا وتكرارا يوم أني كنت طفل. يعني وأنا صغير جيت المركز هذا مرات كثير. يعني يعني مع جدي الله يرحمه، وجيت مع أهلي، وجيت مع الشباب، وجيت يعني فترات متقطعة من العمر. وثيثيا يعني نفس ما هي، يعني ما تتغير. وهذه البيوت الصين ما تتغير. الله المستعان، الله المستعان. إذن من محافظة وثيثية هذه هي المحافظة التراثية أو مركز وثيثية عفوا هو ليس بالمحافظة هذه المنطقة غراج
وجود مزارع هنا هذا هو السد، سد عديفية. وهو مجرى بنفس الوقت تستخدم يعني اوقات نزول السيول. من أسواق وهيتيا للأسف مغلقة. مغلقة مغلقة يعني ما هي مدينة صغيرة، مركز صغير، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس سيارات في هذا الشارع. يعني تخيل ان هذا الشارع في الرياض، يعني تبي تلقى فيه اقل شيء اقل شيء اذا قلنا كل بيت قدامه خمس الى ست سيارات، واضرب الخمسه هذه في واحد اثنين ثلاث، يعني اقل شيء 70-80 سياره، يعني اقل شيء. الله الله، يعني الاهتمام بالزراعة شيء جميل في هذا المنطقة. هذه هي الأشجار، يعني شارع طويل ما فيه إلا سيارة واحدة بس، يعني لربما كانت المنازل الثانية فاضية خاوية. وجود هنا برضو سيارتين، بس واحدة من السيارتين جهاز مخزن. حتى العمال النظافة ينظرون، لكن ما في أحد يمر هنا باستمرار، يعني ينظرون يتأملون تأمل، لأن العين إذا صارت فاضية وما تشوف تصير جوعانة. الله 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 الله، هاي الحلاوة دي يا أوثيثيا. يعني هذا الشارع صراحة خرافي خرافي، يسجل في تاريخ أوثيثيا. الله 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 يا أوثيثيا الله.
يعني هذا الشارع اللي تو مريت من عنده اللي فيه شجر واجد يعني خنفشاري خنفشاري خنفشاري. يعني هناك في منطقة برضو تراثية هذا الطريق أو شارع الملك سعود رحمة الله عليه والذي حكم بعد أبوه الملك عبد العزيز ثاني ملك من ملوك المملكة العربية السعودية وكان عهده مليء بالإنجازات والتطور والنهضة العمرانية والثقافية. ربما كانت هذه قلعة تحت الإنشاء التشجير في مركز وديفيا يفوز. طبعا مركز وديفيا لا يوجد فيه سوى بقالة واحدة أو سوبر ماركت واحد اللي هو سوبر ماركت العنزري فقط، يعني لا وجود لا لخياط ولا لمغسلة ولا لمحطة بنزين أيضا، يعني يضطرون يعبون بنزين إذا راحوا شجرة أو لربما كانت ثرمدة برضو أقرب. لا وجود طبعا لمطاعم، يعني والله اشتهيت شاورما، اشتهيت بروست، اشتهيت ماكدونالدز، اشتهيت هيرفي. هنا ما فيه الا انك تطبخ في بيتك وتاكل من اكل بيتك. يعني تمت تغطية هذا المركز خلال 20 دقيقة فقط. جاري التوجه الآن بإذن الله ومشيئته نحو غسلة القراين، نحو غسلة القراين أو القراين، هي القراين وغسلة القراين، يعني قريتين مشبوكة في قرية أو في محافظة أو مركز، عفوا هو مركز ليس بالمحافظة.
وجود كثرة الفانات، كثرة الفانات لنقل المعلمات والطالبات أيضا للجامعات والكليات والمدارس من وإلى من أثيثيا وإلى شقراء وإلى القرائن والقصب.